أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. السفير اللبناني في السويد الدكتور علي عجمي يؤكد في مقابلة مصورة مع شبكة الكومبس رفضه لربط ترحيل العائلات اللبنانية من السويد باللاجئين السوريين من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية، ويكشف عن لقاء مرتقب مع مسؤولي الخارجية السويدية لبحث موضوع المرحلين. كما وضح عجمي خلال اللقاء الجانب الإنساني لبعض حالات المهددين بالترحيل. زيارة شملت حوالي 35 عائلة كانوا موجودين بلوكال معين ببوروس. هؤلاء معظمهم من الحالات اللي إجاهم رفض نهائي من المحكمة العليا، واللي بموجبها يعني ينبغي عليهم مغادرة البلاد. هلأ في نقطة لافتة كتير وهذه ضروري الإضاءة عليها، وأنا بكرة عندي موعد بوزارة الخارجية السويدية لا طرح الموضوع. هناك حالات إنسانية، أنا بستغرب كيف يمكن لدولة مثل السويد مع محبتنا واحترامنا الكامل لكل شيء بالسويد، إنه دولة في حالات إنسانية، يعني في حالة سيدة عندها طفلة مصابة بالسرطان بتوقف عنا المساعدة الطبية، في حالة ولد كان موجود عنده إعاقة من هو من المونغوليان بسموه، كمان قالوا لنا انه تم توقيف المساعدات الطبية عنهم، في عائلات أرغمت على ترك منازلها. ما بعرف إلى أي مدى هذا القرارات، يعني هل أسلوب صائب بالتعاطي مع العالم. بالمقابل وهذا شغلة، يعني خلال اللقاء اللي استمر حوالي ساعتين معهم أثرت لهم مسألة ضروري أن لا يتم حرف المسار تبع قضيتهم إذا كان اسم قضية عن مسار الصحيح. طبعا يمكنكم متابعة اللقاء كاملا على موقعنا على شبكة الإنترنت. وزارة الخارجية السويدية تؤكد ما قالته الحكومة الإكوادورية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق تسمح بموجبه للسلطات القضائية السويدية باستجواب مؤسس موقع ويكيليكس المتخصص بتسريب الوثائق السرية واللاجئ في سفارتها بالعاصمة البريطانية لندن الأسترالي جوليان أسانج حول تهم المنسوبة إليه للنيابة العامة. طبعا النيابة العامة السويدية قالت أن الاستجواب سيكون حاسما للخروج بقرار فيما إذا كانت ستقوم بمحاكمة أسانج أم لا. في الشأن الاقتصادي، أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكتب وساطة العمل في آخر شهر تموز يوليو الماضي تصل إلى 350 ألف شخص، وهو أقل ب11 ألفا مما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي حسب إحصاءات مكتب العمل. والسبب يعود إلى أن الاقتصاد السويدي في حالة جيدة خاصة في قطاع التجارة والقطاعين الخاص والعام وفقا لخبراء اقتصاديين. في أخبارنا الدولية، وزير الداخلية الألماني يعلن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات حدثت مؤخرا مرتبطة بمتشددين إسلاميين. وقد طلب توماس ديميزير بالترحيل السريع للمجرمين وباستخدام المراقبة بالفيديو أكثر، كما أن هناك خططا لمنع ارتداء النقاب ومنع تمويل مساجد الإسلاميين المتشددين، فيما أثر منع محتمل للجنسية المزدوجة وتخفيف القيود على سرية المعلومات الطبية للمرضى جدلا ساخنا في ألمانيا. طبعا أصبحت قضية الأمن قضية سياسية بشدة بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل وانتخابات محلية مبكرة. دائما في ألمانيا، فمن جهته نائب رئيس الاستخبارات في إقليم بافاريا مانفريد هاوسر يقول في مقابلة تلفزيونية أن هناك خوفا من حدوث هجوم ضخم على الأراضي الألمانية، وأضاف أن عملائه يحققون في مئات التقارير التي تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يرسل فرقا إلى البلاد متخفين كلاجئين. ومن المتوقع أن يحاول وزير الداخلية الألماني كسب التأييد لتوفير 15 ألف وظيفة في الشرطة في أنحاء البلاد وتحسين أسلحتها وكذلك المعدات الأخرى للتعامل مع تهديدات محتملة من الإرهابيين.
وبعد مئات التقارير التي تشير إلى سوء معاملة اللاجئين من قبل السلطات الأسترالية، قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون إن طالبي اللجوء يكذبون عندما يقولون أنهم يتعرضون لانتهاكات ذات طابع جنسي، وأنهم يؤتون أنفسهم عمدا من أجل الحصول على حق اللجوء في أستراليا حسب تعبيرهم. تصريح داتون يأتي بعد مرور يوم واحد فقط على نشر 2000 تقرير مسرب من مركز احتجاز جزيرة ناورو في المحيط الهادئ. وتصف الوثائق التي نشرت في الإنترنت ادعاءات بوقوع انتهاكات جنسية وحوادث إيذاء للذات وظروف معيشية بائسة يعاني منها طالب اللجوء. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.